شو قصة الألوان الجريئة اللي ذكرتها في أعمال مايكل أنجلو؟ خليني أبسط لك الفكرة. لما تبي تجي ترسم عنصر بلون معين، تبي تجي ترسم الظل متاعه، الظل كيف يندار؟ تاخذ لون العنصر وتخلطه مع شوية أسود باش يعطيك لون أغمق، فتدير الظل. ما اللي ما عجبش الكلام هذا؟ مايكل أنجلو، لأنه لقى إضافة اللون الأسود للون الأصلي يبهت اللون، فقرر أنه هو يضرب بقوانين الرسم عرض الحائط، واللي دار أنه لون الظل بلون مخالف وجريء، وهذا يعتبر أجرأ تكنيك في التاريخ. حنعطيك مثال، اللقطة هذه من سقف كنيسة السيستين، ركز لي على لون القميص الأبيض. بديهيا أي رسام لما بيجي يرسمها بيدير الظل متاع القميص، حياخد لون الأبيض ويضيف له شوية أسود بش يكون لون رصاصي بش يكون الظل. بس اللي دار مايكل أنجلو هيك، لون بلون سمائي فاتح، لون مخالف للون الأصلي، وطبعا كمل بالتكنيك هذا لباقي الرسومات. يعني اللون الأصفر ده ظل أخضر، واللون البرتقالي خلى ظل لون أحمر فاتح. وهذه هي قصة الألوان الجريئة اللي استعملها الفنان مايكل أنجلو.